تهلوناش وقلوبنا عشمتنا بحاجات وما طلناهاش وكتير بنداوي غلطة بغلطة أكبر منا. ساعات بتكون بتغرق ويجيلك طوق نجاة طعم الفقر بيحرق ودي سنة الحياة والأيام لما تقدر ما بنبقاش قدها. مجنون ازيك؟ ايه الاخبار؟ ايه طمنين انت خير؟ ان شاء الله خير. طب امسكي امسكي قوي. ايه رايك؟ البدله حلوه ولا ايه؟ قمر تجنن. يلا خش له بقى. طب هو ايه اللي خلاه فجاه كده عاوز يقابلني؟ قدر بقى. هتقول ايه؟ الحمد لله. يلا خش له. اسمعي بس، يعني في اخبار كويسه ولا ناوي يعكن عليا؟ ان شاء الله تعرف لما تخش تقعد معايا. يلا يا زنان، يلا يا زنان، بحب واحد زنان. خش بقى. اهلا. ازيك يا جلال؟ استاذ عماد، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اتفضل اتفضل اتفضل. سلام. تشرب ايه؟ اي حاجه يعني، ممكن عصير. ميرفت اعملي شاي. حاضر حاضر. ميرفت قالت لي ان انت كنت عايز تقابلني. لا، هو الحقيقه العكس، هي قالت لي ان حضرتك اللي عاوز تقابلني. اه صح صح، معلش نسيت بقى، انت عارف شغل المكتب يعني بينسي الواحد كل حاجه. كان الله في عونك يا استاذ عماد. اخبار المكتب ايه بتاعك؟ اه الحمد لله كويس، ان شاء الله على اخر الشهر كده هفتحه. طب والمكتب اللي انت شغال فيه هتعمل فيه ايه؟ انا خلاص بقى هسيبه. اه كويس. طب ما تيجي تشتغل معايا في المكتب. ما انا لو عاوز اكمل عمري كله يعني شغال عند حد كنت فضلت في المكتب اللي انا فيه ولا ايه؟ مظبوط 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 مظبوط. انت طبعا اضرب مستقبلك وعارف انت عايز ايه بالظبط. طبعا خلينا نرجع بقى للموضوع الاساسي. ميرفت قالت لي ان انت كنت عايز تقابلني عشان نحدد ميعاد الجواز، مظبوط؟ هو الحقيقه مظبوط، بس هي يعني كانت قالت لي ان حضرتك اللي عاوز تقابلني. خلاص يا سيدي، ادينا تقابلنا، مش مهم. المهم انت ناوي على ايه يعني، وجاهز ولا؟ اتفضل يا دكتور. البقاء لله، اتك الباقي. بالنسبه لشهاده الوفاه هتكون موجوده عند حضرتك الصبح باذن الله. ان شاء الله. البقاء لله واخر الاحزان. ما نجيلكش في حاجه وحشه يا اخوي. وبعدين يا ام عمر، وحدي الله، ده انت مؤمنه مش كده؟ لا اله الا الله. انا هروح اكلم قرايبنا في البلد واكلم ابنك عمر يجهز الطرب ويظبطها. لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله. يا عيني عليك يا ليلى لما تعرفي ان امك ماتت. انا عامله وحشاني قوي يا نجوى. مش انتي قلتي ان منيره صاحبتك هتروح لها وتطمنك؟ انا مش فاهمه ازاي كل ده ما تجيش تزورني ولا مره. انا قلبي واجعني قوي. يمكن مشغوله مع المحامي ولا حاجه. لا، المحامي كان عندي ما جابليش سيرتها خالص. طب اقول لك على فكره، انا جايلي زياره بكره، هدي عنوان مامتك للبت اللي جايالي، هتروح تشق عليها، ايه رايك؟ من النبي بجد؟ ماشي يا حبيبتي. اه هو انا هضحك عليكي يعني؟ قومي نامي بقى، قومي نامي يا ليلى، بطلي هري بقى،
بطلي الاكلان اللي في دماغك ده يا ماما، كل حاجه هتبقى زي الفل ان شاء الله. قومي نامي. يا رب والنبي يا رب. مبدئيا كده انا لو معايا انا هجيب لها كل اللي هي عايزاه وزياده شويه، بس انا الحقيقه عايز اكون واضح معاك يا استاذ عماد واقول لك على امكانياتي واللي انا اقدر اجيبه فعلا. صحيح ممكن يكون قليل من وجهه نظرك، بس انا شايف ان طالما هو ده اللي انا اقدر اجيبه يبقى هو ده الصح. وانت تقدر على ايه؟ انا عندي شقه 3 اوض وصاله ومستعد افرشهم في حدود 50,000 جنيه، وساعتها يعني مش هحتاج مساعده من اي حد. أصلاً كل إمكانياتي حوالي 120,000، فيعني هفرش ب50,000 و10,000 شبكة وخمسة شهر عسل. أنت لسه هيبقى معاك فلوس؟ أيوة، ما أنا مش هينفع أدخل وأنا على الحديدة، يعني يحصل ظرف كده ولا كده يبقى معايا فلوس احتياطي. أصلاً أنا مش بحب موضوع السلف ده خالص. أيوة بس أنا مش هسيبك لوحدك في الفرش. أنا إن شاء الله لو الفرش يعني توفر معايا فلوس شوية أنا هجيب بيه ذهب لمرفت. ذهب؟ طب والفرح؟ لا لا احنا مش هنعمل فرح. يعني ايه مش هنعمل فرح؟ ايه اجوز اختي سكيتي يعني؟ مش ليها اهل ومعارف واصحاب؟ ما هو انا وميرفت اتفقنا على كده، وبعدين يعني اسمح لي احنا اولى بالفلوس دي. اصل الناس بتيجي تاكل وتشرب وتفرح وتمشي، لا بنستفيد بوجودهم ولا بعدم وجودهم. وبعدين اذا كان على الاهل يعني والقرايب احنا ممكن نعمل قعده لطيفه كده في مكان كويس وخلاص. وحددت يعني امتى عايز تتجوز؟ دلوقتي لو تحب. على اساس انك جاهز يعني. انا موافق يا جلال. ايه ده؟ انت ايه؟ والله العظيم كنت عارفه انك هتقول كده. ايه كنت بتصنطي علينا ولا ايه؟ اعمل ايه؟ كنت هموت واعرف هتقولوا ايه؟ بس والله العظيم جلال طيب وكويس قوي. استاذ عماد في ايه؟ استاذ عماد انا كويس جدا ومحترم ومش هتندم ابدا ان انت وافقت عليا. هنشوف. وعلى فكره انا مش بخيل، انا بس بحب احط النقط على الحروف واتكلم معاك بوضوح عشان ما اطلعش كداب في الاخر. اكتر حاجه عجباني فيك الوضوح، عشان كده انا وافقت. لحد ما كنت في الثانوي كنت زي ما بيقولوا كده قطه مغمضه، ما كنتش بفكر في حاجه غير اني انجح في المدرسه وبعد كده ابقى اتجوز واخلف. بس اكتشفت ان مش هي دي الحقيقه. الحقيقه ان انا كان نفسي اعيش حياتي زي ما انا عايزه، كنت مستسلمه للي انا فيه، بس عشان ما كنتش اعرف غيره وما قداميش حل تاني. واهلي بقى ما كانوش دريانين بيا، ما حدش فيهم اصلا مركز معايا، ما يعرفوش عني غير اللي بيشوفوه بس. وانا ما كانتش عجباني حياتي، ما كانش عندي حاجه تانيه اعملها. وليه بقى يا نجوى حياتك ما كانتش عاجباكي؟ عشان احنا ما بنشوفش من حياتنا غير الوحش يا ليلى. كل واحد عايش في بيت بيشوف منه الوحش وبس. انت عارفه انا لما كنت اشوف ابويا بيضحك كانت تبقى معجزه، وامي طول النهار قاعده تشتم في الجواز والخلفه واللي بيخلفوها. حاجه صعبه قوي فعلا، بس هما مش فاهمين كده. هما فاكرين ان دي حاجه عاديه بتعدي كده على الواحد، لكن لا، دي حاجه صعبه قوي، بتاثر في البني ادم، بتخليه مش طايق نفسه ومتعقد. عندك حق، بس انا عايزه اعرف يعني انت ازاي اتحولتي من كده لكده بسرعه؟ هربت من البيت. الموضوع كان زاد قوي بقى، امي قاعده تزعق طول النهار وابويا مش طايق البيت، وكل واحد فيهم عمال يقول للتاني لولا العيال كنت سبتك ومشيت. قلت اريحهم انا بقى من المشكله دي واحلها لهم خالص. انا كنت شاطره قوي على فكره، بس الشطاره مش كل حاجه، اهم حاجه نفسيه البني ادم. لو نفسيتك سليمه يا ليلى تقدري تهدي الكم باللي فيه
ومحدش يقدر يقف في طريق. عندك حق. انت ليه ما حاولتيش ترجعي البيت تاني بعد ما هربتي منه؟ عشان ما عادش في بيت اصلا. انا حاولت ارجع فعلا، بس عرفت بقى ان كل واحد فيهم شايل التاني ذنب هروبي وسابوا بعض. كلامي جد؟ اه والله، زي ما يكون هروبي ده جالهم كده على الطبطاب، على مزاجهم، زي ما يكون كنت انا الحجه اللي كانت مخلياهم عايشين مع بعض. اول ما انا مشيت كل واحد فيهم راح شاف حاله. مفيش حد فيهم طبعا حاول يدور عليكي وشافك انت فين؟ لا، انا نفسي استغربت انا ازاي كنت عايشه معاهم. هم فاكرين التربيه انهم ياكلوني ويشربوني، لكن لا، اللي بيربي كلب او قطه يا ليلى بياكله ويشربه، ده بيخاف عليه من البرد والحر كمان. والبني ادم يعني مش حيوان عشان يبقى كل اللي فارق معاه بطنه خالص. ده انا كل اللي كان نفسي فيه حد يحسسني بنفسي، حد يبقى واخد باله ان عندي مميزات تفرقني عن بقيه العيال، يبقى عارف انا بحب ايه بكره ايه، يعلمني الصح من الغلط، يقول لي كلمتين يحببوني في الدنيا. بس ما لقيتش ده. وبيني وبينك ربنا وقعني في واحد اتجوزني، قلت بس الدنيا ضحكت لي، وفجاه اختفى. ادور عليه في سلقط في ملقط مش لاقيه. والله يا نجوى كلنا كده، كل واحد حاول يدور بره بيته على نقصه جواه، يوم ما فكر ان هو لقاه قال هي خلاص هو ده الحل، شط النجاة. بس ده ما كانش حقيقي ابدا، كذبه كبيره. وكل ده على فكره سبب البيت. مش عارفه ليه من الاول ما بنحاولش نقرب من بعض ونفهم بعض، كل مدى بنبعد اكتر. تصدقي يا بنتي يا ليلى ان دي اول مره اقعد اتكلم فيها مع حد؟ اصل الشارع علمني حاجه، ان مفيش صوت في الدنيا يعلو على صوت الشبش. مش مصدقاني؟ لا طبعا مصدقاكي. هو انا اللي شفته شويه؟ انتوا بتنموا على مين بقى؟ محدش. على فكره انا قربت اخرج من هنا. ايه ده بجد؟ الف مبروك يا شيماء. الف مبروك على ايه بس؟ انا لو خرجت من هنا هروح فين؟ يا ستي روح على بيتك. اروح على بيتي؟ ده انا فعلا بقى لو خرجت ورحت على بيتي هقتله بجد. انت ما تعرفيش بيبقى قاعد قدام اوضتي هيكسر الاوضه كده بعنيه. بس ربنا يحلها من عنده ان شاء الله. بقول لك ايه، انا جعانه، ما حدش معاه اكل؟ جعانه وانا موجوده، تعالي معايا عندي الزيت كله. اه يلا. اهو ده بقى هيعمل كل اللي حضرتك عايزه. لو ايه؟ أستاذ كبير. شوفي انا مش عايز وجع دماغ، انا عايز اللي اقول له عليه ينفذه. لا لا لا، انا مفهمه على كل حاجه. امال خالد فين؟ والله يا عمي انا مش عارفه هو فين، ومش عايز اساله عشان ما اضايقوش. طيب ابعتي لي المحامي ده بكره. انت قلت لي اسمه ايه؟ ناجي المنصوري. منصور، شكرا. البلد على طول نلحق صلاة العصر ونصلي عليها وندفنها. اللي تشوفه يا اخويا. ماشي. بقول لك يا حاج. ايه يا بهير؟ البنت ليلى مش لازم تعرف ان امها ماتت. يا ستي نبقى ندفنها الاول وبعدين نبقى نعمل لليلى زيارة وربنا يسهلها يا بهير. ماشي. كبدي عليك يا ليلى يا بنتي. كفايه اللي انت فيه. منصوري بيه اول ما عرف ان حضرتك عايزه جالك جري على طول النهارده، ما استناش لبكره. عارف قيمه حضرتك. ايه رايك في القضيه يا متر؟ يا فندم احنا عشان نطلب تجديد العقوبه لازم يبقى في دليل قاطع يغير مجرى القضيه كلها. نقدمه للنيابه والنيابه تاخد بيه. قول لي حضرتك عايزني اعمل ايه وانا اعمله. يعني مثلا تكون هي حاولت قتله قبل كده، أو يكون هو عامل وثيقة تأمين على حياته تكون هي المستفيد الأول من موته، أو مثلا يكون قرر يكتب كل أملاكه لمراته الأولانية فقررت هي الانتقام منه.
ايوه بس هو مش متجوزها يا متر. على العموم المسألة دي محتاجة تفكير شوية، بس إن شاء الله هنلاقي حل. عارف لو عملت اللي أنا عايزه ما تعرفش أنا ممكن أعمل معك إيه. طلع ألف خيرك يا فندم، إن شاء الله هنلاقي حل. أستأذن أنا. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. مع السلامة. إيه رأيك يا عم؟ أهو كده. مش التاني اللي يقول لي ضمير وحرام، حرمت عليها عيشتها. بنتي يا نجوى، عمرك ما فكرت تتجوزي تاني؟ تجوز تاني؟ انا خيبه، ده انا اكتر حاجه بكرهها في حياتي الجواز. يا بنتي الجواز ده فكره فاشله بنت 60 في 70. يا شيخه ليه، حرام عليكي. انا بقى اللي نفسي فيه اني اسافر بعيد، حته بعيد قوي محدش يعرفني فيها خالص، يمكن اتغير. طب ولا حبيتي قبل كده؟ ما حبيتش ازاي يعني، جبلة؟ حبيت طبعا. هحكيلك. حبيت ابن الجيران، كان يفضل طول النهار واقف في البلكونه مشغل عبد الحليم. كان بيشغل لي اغنيه حبيتها، ايوه انا حبيتها، مش قادر انسى ضحكتها. عنده حق الصراحه، ضحكتي ما تتنسيش. انت عارفه كان يبص لي بس بصه واحده اموت كده من الكسوف. انا تصدقي سبحان مغير الاحوال. وانت يا شيماء عمرك ما حبيتي؟ انا لا يمكن افكر في الحاجات دي ابدا. يا حنينه. طب وانت يا ليلى؟ انا ايه؟ حبيتي صح يوسف؟ لا. عارفه اول ما عرفت ان انا حامل دعيت ربنا ان انا اخلف ولد عشان اسميه يوسف على اسم ابوه. اه والله رحت حكيت للبنت منيره، قالت لي ازاي يعني هيبقى ابنك اسم يوسف؟ يوسف. قلت لها اه يا ريت. يوسف ده انا عشت معاه اجمل احاسيس ممكن ست تعيشها في حياتها. كان عنده قدره غريبه قوي يخليني احبه. حبيت نفسي معاه قوي. انا كمان كان نفسي اسافر حته بعيده قوي كده بس ما بقاش فيها حد خالص غير انا وهو بس. اه يا انا يا قلبي. اه بحب اتكلم معاه قوي، كنت بستنى الساعة اللي هيجي فيها واقعد اتكلم فيها معايا. ما كانش بيفضل يقول كلام رومانسي بحبك وحشتيني والكلام ده، لا خالص. كان بيتكلم معايا في كل حاجة، ثقافة، فن، سياسة، حتى كان بيتكلم عن الأزياء. عارفة كان بيتكلم عن إيه كمان؟ عن المعارك الحربية. ثقافة وأزياء ومعارك حربية وبتحبيه؟ ها؟ ده أنت متيمة يا بنتي، مش بتحبيه بس. عارفة بقى على قد الحب ده كله؟ على قد ما كتبت. أسوأ حاجة لما البني آدم يعيش في كراهية، لما الكراهية دي تخش حياتك بتمرر عليك عيشتك قوي. عارفة يعني إيه فجأة تصحي تلاقي كل حاجة كانت كده، معيشك في خدعة كبيرة قوي. أنا مش فاهمة إزاي كان بيتفن إن هو يضحك عليا ويستغلني كده. أقول لك على حاجة واسمعي مني أنا بقى. قولي. أنا بفهم في الرجالة كويس قوي بحكم الخبرة يعني. الواد يوسف ده كان بيحبك فعلا. ازاي يعني يا خبرة؟ دي الحقيقة. كان بيحب، بس بيحبك لوحدك، بيحبك بطولك، عشان الرجالة كلهم أنانيين. يعني الراجل من دول تلاقيه على طول بيهرب من القيود، عايز يهرب من أي حاجة تبقى حاجز بينه وبين رغباته. لا مش فاهمة، فاهميني. يعني يوسف كان بيتعامل معاكي، بس بيتعامل مع ليلى، ليلى بس، من غير شروط، من غير التزامات، من غير قيود. يعني لازم يهرب من اي حاجه تبعدك عنه، اي حاجه تاخدك منه هو مش عايزها، حتى لو الحاجه دي كاتبني. ازاي يعني؟ زي ما هو ليه متطلبات انا كمان ليا متطلباتي. فكك بقى من الفكر ده، الرجاله ما بتفكرش كده. الرجاله ما بتفكرش غير في اللي هم عايزينه وبس. يبقى طبعا عمرهم ما عرفوا يحبوا. بالعكس بقى. تصدقي انا ما عرفتش راجل غير وصايب عليا. ليه، انت مؤسسه خيريه ولا ايه؟ والله ابدا. بس الراجل دايما لو دورتي وراها تلاقيه بيهرب من حاجة، وأكتر حاجة الراجل بيهرب منها هي نفسه، عشان المجتمع اللي هو عايش فيه ده فرض عليه حاجات كده بيكرهها، نفسه يكسرها. بقى المجتمع فرض على الرجالة، أمال إحنا نعمل إيه؟ يا بنتي أنت مش زي الراجل. الراجل مطلوب منه يبقى راجل في بيته، راجل الأسرة، ومسؤول عن كل واحد فيها وبيصرف عليهم. غير بقى إن المجتمع
فارض عليه حاجات خنيقه بالنسبه له، زي انه مثلا ما ينفعش يتجوز واحده متطلقه عشان الناس هيفضلوا يتكلموا عليه وعليها، وما ينفعش كمان يتجوز واحده كان ماشي معاها هيقولوا عليه لا مؤاخذه مش راجل. فبيفضل بقى هو مقضي عمره كله بيثبت رجولته، نفسه بقى يعرف الناس كلهم ان هو سوبر كده. طب واحنا ذنبنا ايه ان احنا نتحمل العقد النفسيه دي؟ يا اختي كلنا معقدين، كلنا مرضى نفسيين صدقيني. قلتليش بقى هنعمل ايه في الموضوع بتاعنا؟ ما انا وافقت خلاص. ايوه ماشي وافقت كده من غير ما تقولي ايه شروطك، هنعمل ايه، ايه الحاجات اللي المفروض نعملها، ايه الحاجات المفروض نجيبها، ايه الحاجات المفروض هو يجيبها. خلاص اتفقي مع المحروس وانا موافق. موافق من غير اي شروط كده؟ من غير اي حاجه عشان ما ترجعش تزعل. لا مش هزعل ولا حاجه. انا هشرب نسكافيه. عملك معايا ماشي. انا مش حاسس اني متجوز يعني. هو اتجوزت المعداوي مش اتجوزت خالد، وهو ده اللي انا اكتشفته بعد ما اتجوزتها. دي حتى مش فارق معايا اذا كنت اخلف منها ولا لا. يا عم انا مش فاهم انت مكبر الموضوع قوي ليه كده؟ ما تديش للحكايه اكبر من حجمها يا اخي. بقول لك مخنوق. انت عارف أنا كنت مستغرب أوي لما عرفت إن يوسف اتجوز على مراته، بس اكتشفت إن أنا كمان كان لازم أعمل كده. الله. أنت عايز تتجوز تاني يا صاحبي ولا إيه؟ أنا عايز أحب. تحب؟ غلبتني معاك يا صاحبي. أنت عايز تحب ولا عايز تخلف؟ عايز إيه بالظبط؟ نفسي أحب وأتحب يا أخي. نفسي أعيش. أنت عارف أنا أكبر غلطة عملتها في حياتي إيه؟ إني اتجوزت راوية. زي ما يوسف غلط إنه اتجوز صوفيا، كل واحد فينا كان عايز يرضي بابا، كنا خايفين على عز ونغنغة. بس أقول لك إيه بقى، طوعنا وعملنا اللي هو عايزه، ما كناش بنتمني له كلمة، بس جينا على نفسنا. فاهمني؟ عايز تقول إيه بالظبط يا خالد؟ عمال تلف وتدور، شكلك عايز تقول حاجة. عايز أسافر هاني. عايز اسافر اتعالج، عايز اخلف ويبقى عندي عيله، بس مش من راويه. انا ما بحبهاش. لولا ان راويه بنت عمي انا كنت طلقتها من زمان. ابوك عارف الكلام ده؟ ابويا في حته تانيه، مش فاضي للكلام ده خالص. تعرف يعني من اوقات كتيره بقعد ابص في المرايه واقول انا ليه بقيت شبه يوسف؟ ليه طلعنا توأم؟ مع اننا شخصيات مختلفه عن بعض تماما. بس بعد ما مات الله يرحمه عرفت الإجابة. عرفت أنا ليه شبهه، عشان كل ما حد يشوفني يفتكره. بقيت حابب إن أنا أفكر الناس بيه، وعايزهم ينسوا خالد خالص. وأنت بتكره يوسف ولا إيه يا خالد؟ هو في حد بيكره روحه؟ بتفكر في ايه؟ ها؟ لا ولا حاجة. يا سلام ده انا حافظاك. قولي بتفكر في ايه؟ في قضية ليلى. انا قدمت استئناف. ما انا عارف. تعرفي ان انا معجب بالست دي قوي. معجب بيها ازاي يعني؟ يعني ايه؟ يعني معجب بيها كواحدة ست ولا معجب بيها عشان موقفها علشان خاطر هي حافظت على ابنها؟ الاتنين. طب خلي بالك ان العلاقات اللي بتتكون بالطريقه دي بتكون قصيره وبتنتهي بسرعه.
مخك راح لبعيد قوي على فكره. لا ما راحش لبعيد يا عماد، علشان انت فعلا ميال ليها، بس انا عايز اقولك انها ما تنفعكش خالص. انا غلطان ان انا اتكلمت معاكي، انا كنت فاكر ان انت مخك اكبر من كده بكتير. انا عارفاك يا عماد، انت اخويا وانا حافظاك وعارفاك كويس جدا، عارفه انك من جواك انسان، واي موقف انساني بيبهرك وبتبقى عايز تقف جنب اللي قدامك لحد النهايه، لكن انك تبقى انسان دي حاجه، وانك تحب ليلى دي حاجه تانية خالص. اي حد في مكانها كان ممكن يعمل كده. شفت انت بتحاول تلاقي لها اي مبرر. انا نفسي قلت لك قبل كده ان انا لو في مكانها كنت هعمل كده، كنت هقتله 100 مره كمان، لكن اتمنى لك لما تحب واحدة أعقل من كده شوية، ما يبقاش وراها المشاكل دي كلها. بقولك يا لول، ما تيجي أنا وإنتي نهاجر، نسافر سوا بعد ما تخرجي من هنا. إنتي عبيطة؟ دول 14 سنة يا بنتي، مش المحامي بتاعك هيستأنف الحكم؟ هيخففه يا نجوى، هيخففه. ولو خففه هيخففه قد ايه يعني؟ طب وليه ما تفكريش انك ممكن تاخدي براءة؟ براءة مرة واحدة؟ يا اختي تفقلي، فكري انه ممكن يحصل، ايه المشكلة يعني؟ مش هفكر كده، علشان قررت ما اضحكش على نفسي تاني. طب احلامي يا ستي. لا مش هحلم بحاجة عمرها ما هتحصل يا نجوى. أنا كل اللي بتمناه دلوقتي إن ربنا يدي أمي طولة العمر والصحة عشان تربي لي ابني. مش عايزة أربي ابني هنا في السجن. نفسي ابني يطلع للدنيا يلاقي عيلة يعيش وسطي. يا بت الكلام الغامق ده، مالك نكدية كده ليه النهاردة؟ قولي من وشي، أنا أصلا غلطانة اتكلمت معاكي. يا بت فكيها شوية، ما بلاش الوش الخشب ده، مش هيجيب همه. عندك حق، كان جاب قبل كده عشان أجيب دلوقتي. يخرب بيت أم بوزك. بقى في حياتك هاتك البقى بقى لله هاتك بقى لله ترى خير. بهيرة. أيوه يا أم عمر، مش ناوي تطلعي تريح لك حبتين؟ اريح ايه بس؟ أنا عايزه ابلغ البيت باي طريقه. والله وانا كمان دماغي عماله تودي وتجيب ومحتار، مش عارف هنقول لها ازاي. بقول لك ايه؟ ما تيجي نطلع على مصر دلوقتي. دلوقتي اهو. ايوه دلوقتي، انت تكلم المحامي وتقول له ام ليلى توفت وان احنا لازم بكره الصبح نكون عند ايه عشان نبلغها. يا ستي وهي الدنيا هتطير. ما نريح ونطلع الصبحيات. نريح ايه؟ ما فيش راحة. يلا كلمه كلمه يلا. الو، السلام عليكم يا متر. معلش انا اسف قلقتك. لا بس عاوزك ترتب لي الزيارة لليلى ضروري. لا ضروري بكره يا متر. لا بس اصل شمس والدة ليلى تعيش انت. مين يا عماد؟ ام ليلى ماتت. لا اله الا الله، ربنا يرحم. هلا عايزين تصريح بالزياره عشان يقولوا لها. لا بس انا شايفه ان محدش يقول لها دلوقتي. خب عليها يعني؟ مش قصدي طبعا، لازم هتعرف، بس انت قلت انها دلوقتي تعبانه ولسه خارجه من المستشفى، يمكن ده يتعبها اكتر. مقدرش امنع اهلها ان هما يقولوا لها. يا عيني يا ليلى، صعبانه عليا قوي، انا مش عارفه هتلاقيها منين ولا منين. طب بعد إذنك ما تتأخروش،
ازيك يا بناي؟ عامله ايه؟ عامله ايه يا اختي؟ ازيك يا عماد؟ ازيك؟ الحمد لله تمام. ازيك يا عم فارس؟ ازيك يا ميرفت؟ عامله ايه؟ ازيك؟ عامله ايه يا بناي؟ كويسه. هي فين ماما؟ امك امك ماما عيانه مش كده؟ مش عارفه اقول لك ايه يا ليلى. امك تعيش انت يا دناي. اهدي يا ليلى. يا لا مش عايزه مش عايزه مش عايزه انا مش عايزه انام. لا لا انا عايزه ماما قدامي. لا مش عايزه ماما. ماما اضحك عليا. تمام تمام كده تمام. اهدي يا ليلى اهدي يا حبيبي. كنت فين؟ عمي كان بيسأل عليك طول اليوم وموبايلك كان مقفول. كنت مع جماعة صحابي. مع مي؟ صحابي. ليه يا شيخ؟ يعني عمري ما شفت لك صحاب من يوم ما اتجوزنا. وبابا فين؟ فوق ولا ايه؟ عند المحامي. ابقى اسأل عليه شوفه كان عايزك في ايه؟ اشتريت دماغك من دي كمان. إن العالم يقترب من النهاية ويجب على الإنسان أن يدرك أن خطاياه ملأت هذا الكون وأن الميزان قد اختل وأنه لم يعد هناك أمل في النجاة. إن الإنسان بأفعاله جعل من نفسه وقودا لجهنم.